إذن عودة من بعد الفقرة الرياضية الصباحية حتى نستكمل فقراتنا وفقرتنا الجديدة يا حسناء الأخرى اللي هو راح يكون بيها ضيف مميز وحوار جدا مميز صحيح. اللي هو عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي وقع عليها العراق وأصبح طرفا فيها، من ضمنها القضية راح تمس المرأة من صالح المرأة أيضا. إذا المشاهدين اليوم راح نتحدث عن جمعية نساء بغداد، إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق منذ عام 2004، واللي تهدف على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. بالطبع أكيد يا محمود، وأيضا مشاهدينا يتم عمل الجمعية ضمن مشروع المتابعة والدعوة لتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325، طبعا بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمات تحالف دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325. طبعا مشاهدينا بعد ما أعطينا نبذة عن الموضوع وأيضا اللي هو كان نبذة تعريفية عن المنظمة ونشاطها، راح نناقش من خلالهم طبيعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي وقع عليها العراق وأصبح طرفا لها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر السكايب الأستاذ خليل إبراهيم، باحث في مجال حقوق المرأة. يسعد صباحك أستاذ خليل إبراهيم اللي هو باحث في مجال حقوق الإنسان، أهلا وسهلا بك، نورتنا. صباح الخير أستاذ خليل. صباح الخيرات وصباح مبارك عليكم وعلى فريق القناة حقيقة ومشاهديكم. أهلا وسهلا، يسعدنا انضمامك إلنا ونورت برنامج يوم جديد واستوديو البرنامج، وإن شاء الله نتمنى أنه بالأيام القادمة تكون ضمن ضيفنا في داخل الاستوديو. وبداية أستاذ خليل، بالآونة الأخيرة نسمع الكثير من المعاهدات أو عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي أصبح العراق طرفا فيها، وسؤالنا هنا ما هي طبيعة هذه المعاهدات وهذه الاتفاقيات؟ نعم، طبعا قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد ماذا حدد القانون الدولي تجاه واجبات الدولة تجاه حقوق الإنسان. حقيقة القانون الدولي يتحدث عن ثلاث واجبات رئيسية للدولة، هي احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. الاحترام بمعنى أنه تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان أو التقليص التمتع بالحقوق، والحماية أن تتخذ إجراءات إدارية أو تشريعية أو على صعيد السياسات لحماية الأفراد والمجموعات، والوفاء يتعلق بتيسير تمتع المواطنين بحقوق الإنسان، يعني خلق بيئة ملائمة لحقوق الإنسان. العراق طبعا منذ وقت مبكر هو انخرط في الحراك الدولي لإرساء القانون الدولي ما فيه قانون الدولي لحقوق الإنسان، يعني هو كان للدول المؤسسة المتحدة، هو صوت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحاليا القانون الدولي لحقوق الإنسان يتألف من 9 معاهدات أساسية. العراق طرف بثمان معاهدات اللي هم من مجموع 9، طبعا هذا عدد جيد جدا، يعني قياسا لدول الجوار، يعني الأردن 7 معاهدات، الإمارات 5، السعودية 5 معاهدات، الكويت 7، إيران 5، لبنان 6، فهذا عدد جيد جدا أنه إحنا منضمين إلى 8 اتفاقيات من مجموع 9. الاتفاقيات المنضمين لها طبعا يعني 5 من الاتفاقيات احنا انضمينا لها قبل يعني سقوط النظام قبل 2003، اللي هي الاتفاقيه الدوليه للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري انضمينا لها عام 70، والثانيه هي العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه عام 71، والاتفاقيه الثالثه هي العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. وضحت الصورة.
أستاذ خليل عن هذه الاتفاقيات وبنودها، لكن المعروف بأنه لكل اتفاقية حقوق مستحصلة منها والتزامات، حدثنا أولا عن الحقوق أو الفوائد الناتجة عن عقد وإبرام هذه الاتفاقيات والمعاهدات بالنسبة للعراق. نعم، يعني بداية كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات تتضمن حزمة من الحقوق. الواجب الأول، طبعا هي هاي الاتفاقيات عبارة عن اتفاقيات رضائية، بمعنى أنه لم يجبر أحد العراق أو أي دولة أخرى على الانضمام إليها، لكن عند الانضمام يجب أن تنفذ مفرداتها أو مواد هذه الاتفاقيات. بشكل عام كل الاتفاقيات تضمن بداية أو تلزم الدولة بأنه توائم تشريعاتها مع مواد الاتفاقية. فالاتفاقيات تجرم أفعال محددة، مثلا اتفاقية مناهضة التعذيب يجب أن يجرم التعذيب في القانون العراقي بموجب التعذيب اللي أوردته الاتفاقية، أو اتفاقية القضاء على التمييز على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضا يجب أن يتضمن القانون العراقي مفردات أو مواضيع تتضمن قضاء التمييز بكل أشكاله. طيب. أيضا جريمة الاختفاء القسري، اتفاقية حقوق الطفل، يعني كل هذه الاتفاقيات تضمن افترض أنه تتخذ إجراءات تشريعية. طبعا هذه الإجراءات نعم أستاذ خليل، يعني حدثنا عن طبيعة بالتحديد طبيعة هذه الاتفاقيات أو هذه الالتزامات اللي ترتب عليها يعني على عقد هذه المعاهدات والاتفاقيات، كما ذكرنا يعني هل هي إيجابية أم تحتوي على بعض السلبيات التي من الواجب الانتباه لها؟ طبعا هي التزامات قانونية حقيقة، يعني هي التزامات ملزمة يجب أن تنفذ. والعراق أو أي دولة عندما تنضم للاتفاقية مطالبة بأن تقدم تقرير كل 4 سنين أو كل 5 سنين تبين بهذا التقرير مدى التقدم المحرز في التنفيذ، يعني يذهب وفد عراقي إلى هذه يعني إلى اللجنة المرتبطة بالاتفاقية ويقولوا له يا أبا أنت شنو اللي نفذته من الاتفاقية. الإجراءات طبعا تتعلق على صعيد التشريعات وعلى صعيد المؤسسات وعلى صعيد السياسات، يعني لازم تتخذ إجراءات بهذا. إذا اسمح لي فقط أضيف أنه لك الوقت أستاذ، لك الوقت. أكو فد إجراء سواء مجلس حقوق الإنسان اللي هو أعلى جهة موجودة حاليا في الأمم المتحدة يسموه آلية الاستعراض الدوري الشامل. هذا الاستعراض يتضمن استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع البلدان بلا استثناء، يعني 193 دولة في الأمم المتحدة بدون استثناء تحت نفس الشروط أمام المجتمع الدولي. في العراق استعرض أوضاع حقوق الإنسان 3 مرات، مرة بال 2010، مرة بال 2014، مرة بال 2019. طيب. المجتمع الدولي في هذه يعني في هذه الاستعراضات قدم مجموعة توصيات. طيب. التوصيات الأولى بال 2010 وافقنا على 136 توصية من مجموع 179 توصية. الحكومة العراقية بال الاستعراض الثاني اللي تم عام 14 وافقت على مجموع 175 توصية من مجموع 242. بالجولة الثالثة الأخيرة اللي يعني صارت العام بشهر 11 المجتمع الدولي قدم لنا 298 توصية وافقنا على 245 توصية. هذه التوصيات طبعا تضمن في حزمة كبيرة في الحقوق، فيها حقوق مدنية وسياسية، ما فيها الحق في الحياة، الحق في عدم التمييز، الحق في حرية الرأي والتعبير، في الحصول على المعلومات، في المحاكمة العادلة، الحقوق في العمل، في السكن، في الغذاء، الحق بالضمان الاجتماعي، في الصحة، أيضا الحقوق الإنسانية للمرأة أو الحقوق الطفل، حقوق الأقليات، حقوق النازحين. طيب. أي بمعنى كل ما يحفظ حقوق وكرامة الإنسان من مختلف وجميع النواحي. بالضبط. نعم. يعني هذا كم كبير حقيقي من الالتزامات يقع على الحكومة العراقية، ليس فقط الحكومة العراقية، لأن حقوق الإنسان بشكل عام هي مسؤولية الجميع، يعني الكل مسؤول أكيد. لأنه بتعني الإنسان أينما له دور، لكن الالتزام الأكبر يقع على الحكومة العراقية بتنفيذ هذه الالتزامات. صحيح.
طيب أستاذ خليل إبراهيم، كلمة أخيرة أو معلومة تحب توضحها للسادة المشاهدين بخصوص موضوعنا اللي تحدثنا عنه الآن، أي الاتفاقيات والمعاهدات التي يقال إنه العراق طرف بيها؟ نعم تفضل. يعني أنا اللي أريد أقوله، حقوق الإنسان بشكل عام هي عملية تراكمية، يعني لا يعني انضمامنا لهذه الاتفاقيات انه امورنا يعني كلش جيده وستتحسن. مطلوب عمل كبير، مطلوب ان تؤخذ حقوق الانسان في قلب العمليه، يعني بالسياسات اللي تتبعها الحكومه، يعني استخدام نهج حقوق الانسان في كل السياسه، بدءا من الموازنه، السياسات الفقر، البطاله، السكن، كل السياسات اللي يعني تتخذها الحكومه يجب ان تعتمد على نهج حقوق الانسان. وهذا الموضوع طبعا غائب للاسف يعني في اعتماد السياسات، ولذلك يعني اغلب الالتزامات احنا يعني نروح للمجتمع الدولي ما منفذين كل هاي التوصيات. طيب أستاذ خليل إبراهيم، إحنا نشكرك على هذه المعلومات القيمة والمهمة اللي تحمل كثير من المعاني والاتفاقيات الإنسانية، وشكرا لتواجدك معنا في داخل الاستوديو برنامج يوم جديد. شكرا إذن جزيلا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا على هذه الفرصة. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذا اللقاء عبر السكايب باقين ومتواصلين ياكم بفقراتنا الصباحية، لكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا.